أنا والدة صبا مهداوي البارحة انخطفت الساعة 11:30 بالليل، ما أعرف من يا مكان انخطفت. إحنا مكاننا في البياع، خابرها أخوها 10:30 قال قها وين أنتي؟ قالت لأ أنا جاية بالطريق، أساسا انخطفت من البياع فهي مو من البياع. اليوم راح تقدمت شكوى للمركز، قال مو من البياع. هي ما عندها شيء والله العظيم، هي ناشطة مدنية ما عندها يعني أي شيء، أي انتماء لأي حزب أي مكان، مجرد هي وصديقاتها مسويات جروب وحتى إحنا من البيت ساعدناها وراحت. شو طالبين حجية الآن الجهات؟ طالب الجهات المعنية، طالب الحكومة، طالب كل خير وكل شريف يلتفتون علي وعلى بنتي. هذا طالبتي الأولى والأخيرة. إن شاء الله رب العالمين يفرحش بيها. إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. آمين.